أولت السلطات الكويتية منذ القدم اهتماماً جماً بحماية المشترين، ما جعلها تشرف مباشرة على وزن البضائع الواردة إلى البلاد ووضع موازين يديرها أشخاص معينون من الحكومة، تعرف الناس على تسمية الواحد منهم بالوزان. وقال الباحث في التراث الكويتي محمد جمال لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن الوزان هو الموظف الرسمي الذي كان يقوم بوزن المواد الغذائية وغيرها من المواد في مواقع محددة، ومنها الفرزة والخان وفي بعض الأسواق المختلفة.